يعني لقاح مهم، واحنا بنسمع عنه دايما في مثل هذه الاوقات، اهميه هذا اللقاح والدور اللي بيقوم بيه، هل هو تقليل من حده دور الانفلونزا ولا بيمنع حدوثه نهائيا؟ بالنسبه للقاح الانفلونزا كلقاح موسمي طبعا بالاهميه ان هو نشير اليه دايما وننصح بيه للفئات اللي هي المستهدفه باللقاح دوت. هو بالمقام الاول هيحقق حمايه بنسبه كبيره من مجرد الاصابه، تمام، ولكن هناك نسبه اخرى ان ممكن يتعرض للاصابه بشكل مبسط جدا طالما سبق ليه اللقاح، لان جهاز المناعه بيكون على اهبه الاستعداد وعنده سابق معرفه بفيروسات الانفلونزا اللي هيتعرض ليها الشخص دوت، فبيكون دور اللقاح هنا بانه بيحد كتير جدا من الاعراض الشديده اللي قد تجبر المصاب على ملازمه الفراش او دخول المستشفى او حدوث مضاعفات. اللي هو احنا يعني بنتكلم بصفه عامه، لو اتكلمنا عن الانفلونزا بنقول الانفلونزا في حد ذاته كمرض مرض بسيط، ولكن الخطوره فيه بتبقى من المضاعفات اللي ممكن تحصل. مش كل الاشخاص اللي بيصابوا بالانفلونزا ممكن تحصل لهم مضاعفات او مخاطر، ولكن بنقول هناك بعض الفئات المجتمعيه اللي حضرتك مشكوره تفضلتي وذكرتيها في التقرير بتاعك او في المقدمه بتاعت حضرتك، اللي هم الاطفال لحد من 6 شهور لحد 5 سنين، كبار السن 65 سنه فما فوق، والمجموعه العمريه ما بين 5 سنين و65 سنه، اللي هم اصحاب الامراض المزمنه او اصحاب الامراض اللي بتؤثر بشكل مباشر على كفاءه جهاز المناعه، بالاضافه للسيدات الحوامل طبعا والعاملين بالحقل الصحي. طيب امتى ابدا اخد هذا اللقاح يا دكتور؟ يعني هل في شهور معينه اقدر اخده؟ يعني اخده دلوقتي ولا كان مفترض من قبل كده؟ طبعا هو لقاح الانفلونزا كلقاح موسمي، عشان احصل على اقصى استفاده منه المفروض ان انا اخده في بدايه الموسم. بداية الموسم عندنا في مصر هنا بنقول عليه ان هو خلال شهر اكتوبر وشهر نوفمبر، وهذا لا يعني ان احنا لو اخذناه طبعا بعد كده مش هيضرني او مش هيحقق مفعوله، هيحقق مفعوله، ولكن للحصول على اقصى استفاده بنقول ان احنا ناخده قبل الموسم، بحيث ان انا يعني احقق لي الوقايه من بعد اخده لحد نهايه الموسم بتاعنا. كان ممكن ناخده قبل كده، ممكن ناخده دلوقتي، ممكن ناخده بعد كده، ولكن زي ما قلت لحضرتك كده وبنأكد عليها، للحصول على اقصى استفاده المفروض ان احنا بناخده في بدايه الموسم عشان يحقق لي الاستفاده بان انا تتحقق لي الوقايه على مدار الموسم كله ضد السلالات المتوفره في اللقاح، وهي 4 سلالات هي اللي بتكون اكثر انتشارا واكثر تاثيرا واكثر حده على الشخص المصاب. طيب هل الشخص، في اشخاص ممنوعه من انها تاخد هذا اللقاح؟ انا كنت اعرف انه لو عندنا برد ما ينفعش ناخد اللقاح في الفتره اللي عندنا فيها برد، فامتى اعرف انا فعلا اقدر اخده دلوقتي ومش هيسبب لي اي ضرر والوقت اللي انا ممنوعه فيه ان انا اخده؟ شوفي هو حضرتك بصفه عامه اللقاحات التوصيات بتقول ان احنا بنأجل عمليه التطعيم اذا كان الشخص بيعاني من حاله اعياء حاد، سواء معاه ارتفاع درجه حراره او ما معهاش درجه حراره. هو الشخص اللي بيعاني من درجه اعياء حاد لا ينصح بتطعيمه اثناء الاعراض الشديده، وننتظر لحين عوده الامور لطبيعتها ويرجع ياخد التطعيم. يبقى لو انا دلوقتي بقى اعاني من نزله برد او اعراض برد او ايا كان، على حسب شده الاعراض اللي عندي اقدر ااجل التطعيم او ما اجلش. ولكن الناس اللي هم محظور عليهم انهم ياخدوا التطعيم بنقول الفئات اللي اقل من 6 شهور، لا ينصح ابدا باي طفل ياخد التطعيم اقل من 6 شهور. الناس اللي هي لو خدت التطعيم قبل كده وحصل لها درجه من الحساسيه تتصف بالشده وتصل لدرجه الصدمه التحسسيه اللي ممكن تهدد حياته، في الحاله دي ممكن اقول ان الشخص ده لا ينصح له باخذ اللقاح. الناس اللي عندها حساسيه مفرطه برضو من اكل البيض، ان وبرضو عايزين نركز في الجزئيه دي يا استاذه سامي، مش مجرد واحد عنده حساسيه شويه حكه في الجلد او شويه يعني سيلان في الانف او عطس او الكلام ده كله ده نمنعه او ان احنا نحرمه من الاستفاده. ده السؤال بقى، هل ممكن يكون عندي دور برد دفين مثلا وانا مش عارف ان هو عندي، فمحتاج ان انا اتاكد ان انا ما عنديش دور برد نهائي؟ خالص خالص خالص. حتى لو انا عندي الاعراض الخفيفه وتلقيت اللقاح، اللقاح هيحفز جهاز المناعه وهيحدث الاستجابه المناعيه وهتطلع الاجسام المضاده اللي هتحقق لي الوقايه في اذا تعرضت فيما بعد للفيروس نفسه. مفيش عندي اي مشكله ان انا اخد التطعيم، وزي ما حضرتك برضو ذكرتي دي التطعيم بتاع الانفلونزا من اللقاحات اللي هي متاحه بشكل كبير لنسبه كبيره قوي من المجتمع انه ياخدها، والكونتر انديكيشن او محاذير ان هو يتاخد محدوده قوي زي ما قلت لحضرتك كده، او الحالتين او الثلاثه اللي احنا قلناهم. غير كده متاح ان هو يتاخد، يتاخد للسيدة الحامل، يتاخد للسيدة المرضعة، يتاخد لكبار السن، يتاخد حتى لمرضى السرطانات أثناء العلاج الكيماوي. هناك توصية
صريحه وواضحه بان نعم. حتى اثناء تلقي العلاج الكيماوي بنقول ينصح لهم بتلقي لقاح الانفلونزا عشان يحقق لهم الوقايه من الاصابه اللي قد يسترجعها بعض المخاطر وبعض المضاعفات الخطيره. اخيرا يا دكتور ومعلش طولت على حضرتك، لو المواطن بيتوجه للمصط واللقاح هل في اي اجراءات بيعملها؟ هل في توقيت معين لازم يروح فيه للعمل لو مش عايز ياخده طبعا من الصيدليات او اي مراكز خاص؟ طبعا نقطة مهمة جدا ان احنا نتوخى الحذر في مصدر اللقاح اللي احنا هناخده على اساس ان اللقاح من المستحضرات البيولوجية شديدة الحساسية، قد تتأثر بعوامل كتيرة جدا منها درجة الحرارة، ممكن الضوء المباشر، ممكن طريقة التداول، طريقة التخزين، طريقة حتى الإعطاء، حتى مكان الإعطاء بيتأثر وممكن يأثر على فعالية وأمان التطعيم. ولذلك دايما بننصح بإن المواطن يتوخى الحذر والدقة في المصدر بتاعه للقاح. بالنسبة لنا كهيئة المصط واللقاح، احنا عندنا طبعا يعني تقريبا 22 فرع منتشرين في منطقة القاهرة الكبرى وبعض المحافظات زي الإسكندرية وكفر الشيخ، وعندنا المركز الرئيسي. احنا المراكز بتاعتنا تقريبا شغالة كل أسبوع، عندنا المركز الرئيسي بيشتغل 7 أيام في الأسبوع من 9 صباحا ل 9 مساء. المراكز بتشتغل أثناء مواعيد العمل المعلنة من خلال صفحة الفيسبوك بتاعة الشركة ومن خلال كتير من وسائل التواصل ووسائل الاعلام، معروف المواعيد بتاعتنا واللقاح متاح ومش مطلوب من المواطن او الشخص اللي هو ارتقى ان هو محتاج التطعيم ده سواء لنفسه او لاحد افراد اسرته او للاسره كامله يتوجه لنا مشكورا وسنستقبله بكل رحابه صدر يعني، ويقول ان انا عايز اتلقى لقاح الانفلونزا، قد نشير ليه ببعض اللقاحات الاخرى اللي هو ممكن ما يكونش يعرفها، قد يكون محتاج بعض اللقاحات الاخرى هيلاقيها. احنا مراكز مفتوحه لخدمه المجتمع المصري في مجال تقديم خدمه التطعيم والاستشارات الطبيه المتعلقه بهذه الخدمه وبهذه المنتجات. انا بشكرك يا دكتور مصطفى على كل هذه المعلومات، وطبعا نتوخى الحذر زي ما دكتور مصطفى قال لنا في مصدر اللقاحات قبل ما ناخدها علشان ما يصبناش اي ضرر او يكون في اي حاجه غير موثوق فيها، وهو لقاح موسمي ونقدر ناخده مفيش فيه اي مشاكل، حتى لو عندنا دور برد خفيف قوي، لو الدور هو يعني كبير او تقيل نستنى بعد ما الدور يخلص وبعد كده ناخده.